من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أنا هدرو على بن طيبة المكي. بن طيبة المكي زي في 1925 واستشهد في 1959. كان مستبيت وعنده وخلى 3 أولاد، خلى الأخضر وإبراهيم وخلى جميلة اللي هي أستاذة قريرة يطول في عمرها، والأخضر وإبراهيم توفاو الله يرحمهم. كان في الجروب بتاعها يخدم معاه الصماري عواد ديت مصباح من الناس اللي حافظين القرآن، وكان معه واحد آخر الثالث يخدم معه، ومعني الثالث اللي ما يهدروش كاع عليه لأن ما قبضوش نهار اللي شرعوا نهار اللي قبضوهم. هو هرب، هو طاير عبد القادر ديت كادري اللي كان الشوفر تاعه. في الرصيد تاعهم عندهم شحال من عملية، 16 عملية فيها 10 موتى و 54 مبليسيا. دونك شوية ونرجعوا لها نشوفوا شكون هما اللي كانوا معاه. الاستقلال لاستقلال وطنينا. بعد الاستشهاد نتاع السي صالح والمجموعة اللي كانت معاه، اسماري عواد مع بن طيبة المكي اللي متكونة من السنبي الهواري بن مصطفى العلم محمد معطي حميمي وفرفقي عبد الرحمن عبر عوني العرج بولي الحبيب السنبي أحمد ولد عبد الخادر بوشنة عبد الخادر محي الدين بن شاعر مهيدي الأخضر قايل محمد السنبي الهواري بن علي السنبي محمد بن طيب بن نارماس الحميد بن بريك مصطفى صحة حسني صحة حميدة حميدي بشير بالقلعي إبراهيم طلحة محمد جلالي معروف قمري أحمد سامبي بغداد بن عمر مع زوج عثمان وخمسة بطلات نساء وهما فاطمة بنت معمر فاطمة بنت محمد بن علال حج وحليمة وفلة عودة بنت الغالي أخت عبد القادر والغالي الله يحفظه ويستر عليه. كل المجموعة حبسوها وفوتوها للمحكمة العسكرية 31 واحد فيهم 5 نساء قعدوهم المراكز التعذيب. 11 منهم اللي راحوا ديسباري، منهم 20 الاخرين فوتوهم للمحكمة، منهم 2 فوتوا لهم بالإعدام وهو بن طيبة المكي واسماري عواد لأنهما اللي كانوا على رأس المجموعة. هادو هما والأخرين فوتوهم بحكم كبير. مع ديت مصباح مع بن طيبة المكي عندهم في الرصيد تاعهم شحال من عملية. فرنسا مستعفة في 16 عملية داروها فيها 10 موتى و 54 مبليسي بين العسكر والبوليسية ومسؤولين فرنساويين. هو كان يخدم في لاميزون باسوس اللي جا مسميين عليه لاميزون باسوس ومسميين عليه كوليج في سيد الهواري. هادوهم الأشياء والعمليات اللي دارها، كان 16 عملية بس فرنسا مستعرفة بها اللي فيها 10 موتى 54 بوليسي بين العسكر والبوليسية وبين مسؤولين فرنساويين. العملية الأخيرة اللي دارها وقبضوا عليها هي في التياتر. قال لي واحد السيد 3 أيام 4 أيام هو يجي ويروح للمكان هذاك، حتى عينهم قش يدخل بالسكوند. جا قدام القهوة تاع التياتر وطلق عليهم الجرونات، كاين اللي يقول طلق وحدة كاين اللي يقول 2 الله يعلم. فيها 3 موتى و29 مبليسيا.
بون هو دمع التويضه حتى عند البسان وين كانوا يغسلوا النساء كسوى بكري تما قبل البسان كانت كان ايرينوار يرشوا فيها الماء طوالة تاع الرجال تما قلع الكاسكيطه ودار الشاشيه نتاعها اشو كان يهود بالشاشيه كي يدخل يصل للبلاد يدير الكاسكيطه المهم شاف داك الدوريه من البريمير ايطاج مستقرات على القنت اللي في الرجال وين تكمل اطلع هو مع الطلاق وما طلعش للدار جو سي با وين راح المهم جاو فرنسا يحوسوا عليه من بعد العسكر شفتهم بالقوريه قالت لهم واش تحوسوا قال لها واحد هارب منا هاش لابس شلابس قالوا لنا شلابس قالت لهم ودي له دير كاسكيطه قلعها ودير الشاشيه وراح طلع منا لك وفرنسا ربكم بكري كانوا عندها العينين لو ما كانش عندها العينين ما تقعوش معنا 7 سنين طلعوا وحوسوا يحوسوا يحوسوا طاحوا عليها 3 تاع الصباح الدوحة فوتوه في التريبينال للسي مارس 59 الله يرحمه ويرحم الشهداء والدوحة كان الصلاة الفيزية لكات اوت 59 هو وصماري عواد الله يرحمهم ويرحم الشهداء شوفوا هذه الصورة لكم تشوفوا فيها هي بين بالأوبلازم جهة الأربعة بصفة خاصة صفة خاصة الجهة اللي طلع من جهة سيد الهواري راكم تشوفوا هنا كلها بالجهة الفوقانية من جهة الأميري الشباك والعسكر والفتش اللي يطفو دي فتشوه نزيد هنايا عند التياتر شوفوا القهوة تاع التياتر والطريق اللي تعود للدب والشيد الهواري كلها بالعق هنا وين نقول نبقاو مخلوعين كيفاش قدر يفوت في بن طيبة المكي مع الصماري عواد كيفاش قدروا يفوتوا ويديروا هذه العملية الضخمة هنايا في مقهى التياتر اللي راحوا فيه اللي راحوا فيها الموت هادو من الشرطة الفرنسوية والعسكر وفيها مسؤولين من فرنسا بقوا يخموا كيفاش قدروا يفوتوا النهار اللي قبضوا المكي مع الصماري عواد الغدوة من داك كان الطائر مشى لفرنسا لفرنسا وقعدت ملاك ودخل في كوميتي دي زالجيريا ان اوروب قعدت بعد الاستقلال ادخل للبلاد وبقى ناظر في الملاك كادي طاير اللي بوه ابراهيم الله يحمه وامه فلوح رقيه هو الفاميلا تاع فلوح حسني عنده زوج خاوه حميه اللي كان يلعب مع الليزمو وعنده حبيب مات صغير الله يرحمه وعندها اخت واحده هذه المعلومات اللي نحكي لكم فيها كل واحد هو بعد الاستقلال كي دخل للبلاد حكاها إلا صديقنا بالمناسبة تحياتي إليه هو حسني فلوح ونشكره نشكره شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة اللي كان درسها عنده من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا زيد نتكلم اليوم على عبد بن موسى عبد بن موسى اللي هو عنده قرابة مع أم فلوح حسني هذا عبد بن موسى الشهيد الله يرحمه ووسع عليه كان عنده كارو عنده 4 عواد كان ترانسبورتور يجيب الخضرة من المارشي الكبير ويسر بها للحوانيت خدم على روح ولكن كان عنده خدمة أخرى كذلك كانوا الفيدة كيديروا عملية في مكان ما بصفة خاصة من جهة سيد الحسني في الفلاحة حمراء ولا من جهة بولونجي ولا كيديروا يقيسوا لها يعمل العملية ويقيس لها السلاح في الخضرة من الرول وهذاك الشهيد عبد الموسى يجي بها حتى للمكان ما يدوها للفدائيين ولا كيجي خارج كذلك يدوا لها جرونات ملاك ولا ويروح يخدم على روحه والفداء عنده مكان ما وين يدي هذيك الصلحة يعمل بها العملية ويرجع للمكان نتاعها ولكن مسكين خطبوه الاستعمار عذبوه وقتلوه المكان نتاعها مسكين باقي مجهول حتى الآن الله يرحم الشهداء.